السلام عليكم كمان ورحمة يوم. الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو النهاردة بنشوف الطيور، الفراخ والضيوف والبط، الفراخ الرومي إزاي المكان الواسع الأخضر الجميل بيكون مناسب ليهم جدا، والشمس يعني مفيش أحسن من كده. إن أنت يبقى عندك مكان كبير بالشكل ده وفيه خضرة وفيه شمس وتربي فيه طيور بلدي، فراخ بقى بط وز أي حاجة من الطيور ديت، هتلاقي ما شاء الله عليها الطيور بقت جميلة جدا وبتكبر بسرعة، و يعني مفيش أحسن من كده بصراحة لتربية الطيور ديت. طبعا مع الاهتمام بقى بالتغذية بتاعة الطيور، الدشيشة والفول والعيش والعلف، يبقى عندك طيور ما شاء الله تبارك الله. أتمنى الفيديو ينال إعجابكم، أتمنى أن تساعدوني باشتراككم، ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك وزر اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. زراعي زراعي.